الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها الإخوة مشاهدين الأعزاء، نحييكم مرة أخرى ومع الزميل علي بن فطيس المري في هذه اللحظات وهذه انطلاقة هذا المهرجان الأولى، انطلاقة درهام التحدي الأولى الخاصة بأبناء القبائل في دول مجلس التعاون الذين توافدوا لهذا اللقاء، الذين جاءوا لهذا اللقاء مشاهدين الأعزاء في مساء هذا اليوم الاثنين 26 من شهر أبريل لعام 2004 ميلادي. هذا اللقاء الكبير الكبير الذي يعلن على الهواء مباشرة وعلى شاشات التلفزيون المحبة لهذه الرياضة. انطلق مشاهدين الأعزاء الشوط الأول في أول أيام درهام التحدي، الشوط الأول الخاص بالدلل لأبناء القبائل، والمسافة 10 كيلومترات وهي آخر 10 كيلومترات في موسم منافسات سباقات الهجن 2003-2004. هذا اليوم هو اليوم الأخير للقاء أبناء القبائل في هذا الموسم، واللقاء سيكون كالمعتاد اللقاء الآخر في أكتوبر القادم. هذه الانطلاقة مشاهدين الأعزاء وهذه الجموع الهائلة المكونة من 18 ذلول مشاركة، 18 ذلول مشاركة من مسافة 10 كيلومترات على شرف الشلفة الفضية المقدمة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني أمير البلاد المفدى. وهذه الانطلاقة وهذه أيضا بداية لإعلان الشعارات والأسامي المتقدمة. إضافة إلى ذلك مشاهدينا الأعزاء، هناك جوائز نقدية قيمة للمراكز العشرة الأولى، شاركت معنا 18 ذلول، والإذاعة والجوائز للخمسة المراكز الأولى. خلونا نستعرض أسامي المشاركين مع بداية هذا الإرسال. تشارك لشعار الخيارين الشامخة، الشامخة مشاهدينا الأعزاء، وأيضا خصيمة، وكذلك فرحة مشاركة قوية للسيد علي بن دلوان المري فيصل بن طالب بن شريم الدرعية والشايبة، للسيد فيصل بن طالب بن شريم أيضا، وسعيد بن علي بن لومية غالية تشارك، عامر بن سعد الرفادة يشارك من خلال تواجد الظاهرة وجولة، وكذلك مبخوت بن محمد بن مسعود مشاركة قوية من خلال انطلاقة الجازي في هذا الشوط، وحمد بن نوار العتيبي تشويش، محمد بن راشد بن قطفه المري يشارك من خلال غزيل، وأيضا مزايا لسعيد بن حمد بن دري الفلاحي من الإمارات، إنجاز للسيد جابر بن حمد بن مسعود المري النعيمية حق السيد عبد الله بن مظفر العامري، وصايف للسيد سعيد بن زاهره الخيالي شديدة حق السيد حمد بن عبيد بن شينان المري، والدانة لغنام بن عبيد بن غنام المزروعي، وكذلك الهايلة لصالح بن محمد الحيمر. هذه الإذاعة الكاملة للمسامي المشاركة والوحيدة في هذا الشوط. الإذاعة ستكون حتى الخمسة مراكز مشاهدين الأعزاء. انطلقت الجموع وانطلقت مشاعر المضمرين وانطلق الحماس والإثارة في سن الذلل في هذا الموسم كاملا. وهذه مقدمة الشوط، هذه مقدمة الشوط، هذه هي الدرعية للسيد فيصل بن طالب بن شريم محتلة المركز الأول من البداية، بينما نرى نقلة على المركز الثاني اللي تحتله الغزيل، اللي تحتل الغزيل اللي يبغي لها متابعة مشاهدين الأعزاء للسيد محمد بن راشد بن قطفه المري، الدور دور الهايلة اللي قادمة من الإمارات العربية المتحدة، قادمة من دولة الكويت الشقيق، وفي المركز الثالث تعود ملكيتها للسيد صالح بن محمد بن حامر المري، الضيفة القادمة من الإمارات تحتل المركز الرابع، مزايا للسيد سعيد بن حمد بن دري الفلاحي، وفي المركز الخامس الله الله اسم 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 مشاهدينا الأعزاء قوي، اسم قوي وممتاز في المشاركة، تحتل المركز الخامس تشويش للسيد حمد بن نوار بن دخيل الله العتيبي. هذه الخمسة مراكز مشاهدينا الأعزاء المشاركة في هذا الشوط، شوط الذلل،
شوط الظلال، شوط الظلال يا سلام، والشلفل من والثلاثمائة ألف النقدية إضافة إلى الشلفل من هؤلاء الملاك والمضمرين الفطاحلة، الفطاحلة الذين عاشوا هذه الخبرة وهذه الرياضة سنين عديدة، 7 كيلومترات تبقى أمامنا مشاهدينا الأعزاء على خط النهاية، وهذه الانطلاقة، وهذه الانطلاقة، الله يا سلام يا سلام، ما زال فيصل بن طالب بن شريم، ما زال فيصل بن طالب بن شريم مشاهدينا الاعزاء يقود هذه الجموع وهذه المسيره، ولكن تدخل قوي من شعار بن قطفه، من شعار محمد بن راشد بن قطفه المري الغزيل مشاهدينا الاعزاء، وايضا شعار جابر بن مبخوت بن محمد بن مسعود المري اللي هي الجازي، خذت المركز الاول في هذه اللحظه مع الغزيل سيد محمد بن راشد بن قطفه المري، ومنافسه قويه على مقدمه الشوط، والكل يطمع بانتزاع الشلفه، الكل يطمع بانتزاع الشلفه مشاهدينا الاعزاء. المركز الثالث تشويش، انتظروا مفاجاتها، تحتل المركز الثالث، تعود ملكيتها للسيد حمد بن نوار بن دخيل الله العتيبي، وفي المركز الرابع الدرعية مشاهدينا الأعزاء اللي كانت تقود المسيرة قبل لحظات، وفي هذا هذه المشاركة مرشحة ترشيح قوي للسيد فيصل بن طالب بن شريم المري. المركز الخامس مزايا، يا سلام يا سلام يا سعيد يا بن حمد يا بن دري يا الفلاحي، عاني من مدينة العين الإمارات العربية المتحدة مع مزايا لهذه المشاركة المتميزة هذه. ايضا 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 هناك اسامي مشاهدينا الاعزاء، هناك اسامي حتى هذه اللحظه لم يحن موعد دخولها الى المقدمه، انتظر المفاجات، انتظر المفاجات، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. والمسافه اللي قطعناها هي 4 كيلومترات، 4 كيلومترات من مسافة هذا الشوط المقررة 10 كيلومترات. نرحب بكم مشاهدينا الأعزاء، كما يسرنا أيضا يسرنا مشاركة قناة المشاهير، قناة دبي الرياضية إضافة إلى القناة الثانية القطرية، يسرنا هذه المشاركة بهذا النقل المباشر لهذا السباق وهذه الفعاليات مشاهدينا الأعزاء. هكذا هكذا أيها الإخوة، نرى 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 عرض، نرى عرض وداعي لأبناء القبائل في قطر وفي الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الذين تعنوا من هناك، وأيضا المملكة العربية السعودية، ومن دولة الكويت، ومن سلطنة عمان، مملكة البحرين، الكل الكل من تعنى من مكانه ومن بلاده في بلاده الثاني، نتمنى له الناموس، نتمنى التوفيق والسلامة للجميع. وهذه مقدمة الشوط مرة أخرى، ما زالت الغزيل سيدة الموقف حتى هذه اللحظة مشاهدينا الأعزاء، وأرى محمد بن راشد بن قطفه المري مسيطر ويقطف زهور الشوط، يقطف زهرة هذا الشوط وهي الشلفة إن استمر على هذا العرض. الله يا سلام يا سلام، ما باقي لنا إلا 4 كيلومترات، 5 كيلومترات، 5 كيلومترات ونصل إلى الخط ونكشف عن هوية الفائز بالشلفة الفضية مشاهدينا الأعزاء، المهداة من الأمير المفدى والجوائز النقدية القيمة مشاهدينا الأعزاء. وهذه الغزيل حتى هذه اللحظة مسيطرة على زمام الأمور، على زمام الأمور في هذا الشوط لسيد محمد بن راشد بن قطفه المري، بينما نرى خطورة 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 ومنافسة قوية تقدمها الجازي مشاهدينا الأعزاء، اللي تحتل المركز الثاني لسيد مبخوت بن محمد بن مسعود المري، وفي المركز الثالث شوش العتيبي على المركز الثالث، أرى تشويش من حمد بن نوار بن دخيل الله العتيبي تحتل المركز الثالث، وفي المركز الرابع الدرعية حتى هذه اللحظة للسيد فيصل بن طالب بن شريم، وفي المركز الخامس الهايلة تعود ملكيتها للسيد صالح بن محمد بن الحيمر من الكويت مشاهدينا الأعزاء. هذه نتيجتنا، هذه نتيجتنا أيها الإخوة مشاهدينا الكرام عبر الهواء مباشرة. وهناك شعارات خطيرة، هناك شعارات، شعار سعيد بن دري الفلاحي،
وشعار سالم بن عبيد بن شينان المري، شعار شعارات الخياريين، شعار عامر بن سعد الرفادة، شعار سعيد عوض بن مظفر بن محمد العامري، سعيد بن علي بن لومية، سعيد بن زهرة الخيالي. يا سلام يا سلام، يتحرك الفطاحلة والخبراء مشاهدين الأعزاء، يتحرك الخبراء للمنافسة على شرف الفوز، وها هو الاقتراب من تلال الصراع يبدو لنا بالعين المجردة، وسيتضح على شاشة التلفزيون بعد لحظات. لكم مشاهدين الأعزاء، تلال الصراع هي المسافة الثلاثة كيلومترات على خط النهاية، الثلاثة كيلومترات الأخيرة على خط النهاية. والشلفة لمن؟ والشلفة لمن؟ الشلفة لمن؟ الله 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 الله، يا سلام. ما زالت الغزية المشاهدين الأعزاء حق السيد محمد بن راشد بن قطفة المري، وفي المركز الثاني الجازي تعود ملكيتها للسيد مبخوت بن مسعود المري، وفي المركز الثالث تشويش للسيد حمد بن نوار بن دخيل الله العتيبي. وأرجو أن نعطى مجال أيها الإخوة، أرجو من السائقين إعطاء سيارة التعليق مجال. تشويش تنتقل إلى مقدمة الشوط في موقف خطير وفي لحظات خطيرة مشاهدين الأعزاء، بينما ما زالت الأمور حتى هذه اللحظة تلقائية وذاتية مع الذلل، مع الحيل، حيل أبناء القبائل في دول مجلس التعاون. تشويش للسيد حمد بن نوار بن دخيل الله العتيبي محتله المركز الأول، وفي المركز الثاني أمامنا في هذه اللحظة نعود لنتابع في المركز الثاني الغزي للسيد محمد بن راشد بن قطفة المري، المركز الثالث الجازي تعود ملكيتها للسيد مبخوت بن مسعود المري، وفي المركز الرابع وصائف قادمة لأول مرة تعلن وتذاع للسيد سعيد بن زاهرة الخيالي، المركز الخامس الدانة مشاهدين الأعزاء للسيد غنام بن عبيد بن غنام المزروعي، وفي المركز الخامس هذه الخمسة هذه الخمسة، وهناك تدخل قوي مشاهدين الأعزاء من السيد سعيد بن علي بن لومية اجتبي وعوض بن ظفر بن محمد العامري وسعيد بن حمد بن دري الفلاحي للمنافسة على شلف الأمير الفضية. مشاهدين الأعزاء على الشلف الفضية، يا سلام يا سلام، تشويش سيدة الموقف سيدة الموقف، وتشوش على مقدمة الشوط أيها الإخوة مشاهدين الكرام، تشوش على مقدمة الشوط تشويش للسيد حمد بن نوار بن دخيل الله العتيبي، وفي الوصائف أيضا تدخلها قوي، تدخلها قوي أيها الإخوة. ثلاثة كيلومترات بانت تلال الصراع، بانت تلال الصراع أمام هؤلاء المشاركين مشاهدين الأعزاء، وهذه تلال الصراع، وهذه وصائف، وصايف تصف نفسها بانتقالة ممتازة إلى مقدمة الشوط، إلى مقدمة الشوط. يا سلام، وصايف في المركز الأول في هذه اللحظة لسعيد بن زاهرة الخيالي، وأعطونا طريق يا أخواننا يا مضمرين، يا أخواننا يا مضمرين لو سمحتوا. الله الله الله، المركز الثاني تشويش حتى هذه اللحظة للسيد حمد بن نوار بن دخيل الله العتيبي، تدخل من مزايا سعيد بن حمد بن دري الفلاحي، مزايا قادمة بكل قوة من الإمارات للمشاركة والمنافسة على هذه الشلفة. تلال الصراع بانت، وبان الصراع يا سلام، بان الصراع بين المضمرين، بان الصراع بين المضمرين أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء، وبدت الأمور خطيرة، بدت الخطورة، بدت الخطورة من فطاحلة التضمير ومن خبراء التضمير الذين اعتادوا على الناموس، على الناموس. أرجو إعطاء سيارات التصوير مجال، أرجو إعطاء سيارات التصوير المسار الأيمن من الأخوة المضمرين مشاهدين الأعزاء. وهذه وصايف، وصايف واصلة بكل قوة إلى لوحة الكيلومترين الأخيرين لسعيد بن زاهرة الخيالي. يا سلام، خيالها الخيالي، خيالها الخيالي مشاهدين الأعزاء. الله الله الله، يقود المسيرة ابن الإمارات العربية المتحدة، يقود المسيرة في هذه اللحظة وعند لوحة الكيلومترين الأخيرين، وتلال الصراع على مشاركة ومن خلال تقدم وصايف، بينما مزايا قادمة يا سلام أيضا من أبناء الإمارات العربية المتحدة وبالأخص من مدينة العين، مزايا للسيد حمد سعيد بن حمد
بن دري الفلاحي تشويش في المركز الثالث للسيد حمد بن نوار بن دخيل الله العتيبي المركز الرابع غالية للسيد سعيد بن علي بن لومية اجتبي والخامسة النعيمية للسيد عبد الله بن مظفر بن محمد العامري يا سلام أربعة من أبناء الإمارات في المراكز الأربعة الأولى هناك تشويش القطرية الوحيدة لحمد بن نوار العتيبي في المركز الرابع في هذه اللحظة بينما الموقف يزداد خطورة الموقف يزداد خطورة السلوب بدت المغادرة يا وصايف يا وصايف يا وصايف الله 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 سعيد بن زاهرة الخيالي مشاهدين الأعزاء يوصف في هذه اللحظة يصف نفسه بهذه اللحظة بانتزاع الشلف الفضية المقدمة من أمير البلاد المفدى حفظه الله أمير البلاد المفدى حفظه الله ونرى أيها الإخوة مشاهدين الأعزاء غالية بكل قوة حق سيد سعيد بن علي بن لومية اجتبي في المركز الثالث ومزاياه يا سلام مزايا حميدة ومزايا ممتازة وعرض ممتاز الكيلومتر الأخير أيها الإخوة مشاهدين الأعزاء وبدأ العرض بدأ العرض وبدت الأوامر تتحرك مع هؤلاء المضمرين بدت مزايا هل تقلع الشلفة إلى مدينة العين أم أبناء دبي وبالأخص سعيد بن علي بن لومية اجتبي يغير هذا المشوار وهذا المسار وهذا الاتجاه ويتجه بها من خلال مشاركة غالية إلى مدينة دبي إلى ميدان ند الشبا هناك يا سلام وأعلنت غالية يا سلام بانت المنصة الشلفة عبرت الحدود لا شك في ذلك ولكن يا هل ترى هل إلى مدينة العين هل إلى مدينة أبو ظبي هل إلى مدينة دبي هل إلى الكويت هل إلى عمان هل الشلفة عبرت الحدود يا سلام وما زالت مشاهدين الأعزاء مزايا الله ومزايا تنتزع الشلفة ولكن غالية يا سلام الهائلة وليست غالية تنتزع لدولة الكويت الشلفة أمير البلاد المفدى ينتزع أبناء ميدان الشهيد أبناء الكويت وبالأخص صالح بن محمد الحامر ينتزعون شلفة أمير دولة قطر فوزا مستحقا كما نرى في هذه اللحظة وهذا الوصول القوي تهانينا للسيد صالح بن محمد الحامر المري المركز الثاني الغالية للسيد سعيد بن علي بن لومية اجتبي مزايا للسيد سعيد بن حمد بن دري الفلاحي في المركز الثالث المركز الرابع وصايف للسيد سعيد بن زاهرة الخيالي المركز الخامس شعار الخيارين على ظهر خصيمة والمضمر السيد ناصر المكسور هذه نتيجتنا وهذا هو وعبر الهواء مباشرة تهانينا لأبناء دولة الكويت الشقيقة على هذا الانتزاع وتهانينا شخصيا وخصيصا لصالح بن محمد الحامر المري على فوز الهائلة بالمركز الأول وانتزاعها للشلفة والجائزة النقدية القيمة كما يسرنا أن نهني المضمر السيد سعيد بن صافية المري هذه نتيجتنا أيها الإخوة لشوط الذلال وبنشوف التوقيت الزمني اللي حققته الهائلة هذه هي أمامنا لحظات الوصول بعد أن قطعت العشرة كيلومترات بمسافة زمنية مقدارها 17 دقيقة وخمسين ثانية وستة عشر جزء من الثانية تهانينا وسلام عليكم يا أبناء الكويت الشقيق تهانينا للسيد صالح بن محمد الحيمر على هذا الفوز بالمركز الأول من خلال مشاركة الهائلة المركز الثاني